احكي او ما احكي. ليه بدنا نحكي عن تاريخ اليوم؟ حنحكي عن الفيوتشر، حنحكي عن البريزنت، عن كسر دوامة العلاقات. تأتأة مخيفة. حقق هدف. ما بتحب الذكورية. ايو انت بعلاقة سامة، وانتبه شو حكي التاريخ وعن شو سكت التاريخ. فنحن ربينا هو منه هيك. بحب الملوخية، ما بحب المجدرة. انه ليش انا وبدي اطلع اتسلق هيدا الامة. هاطلع امة ايفرست انا very soon. انا هيدا انا هاي من تجربتي عم بحكي يعني صراحة. انا ضليت بسجن الصمت. من وين جايين؟ اتركوه ليكون قوة تطور مش قوة انقسام. بحب الناس الحلوة اللي ما بتعرف انه هي حلوة. فكروا بكل شيء انتو ليش بلشتوا. ما بحب انه كل واحد منهم صار ببلد. اللي ما بتتعب على ايدي ما بتحزن على قلوب. دايما لازم نتذكر انه انا حققت هالهدف وقديش تعبت عليه. شو يعني الهوية اللبنانية؟